صباح الخير من جديد. رح نتحدث الآن عن ملتقى نظمته الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية. هالملتقى عم بتنظمه للسنة الثانية على التوالي، واللي بيحمل عنوان البحث العلمي أساسا للتشريع ودعما لتنفيذ الاستراتيجية القضائية الجزائية. رح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. بدنا نصبح ونرحب بالدكتور مؤمن الحديدي، رئيس الجمعية الأردنية للبحوث والدراسات الجنائية. أهلا وسهلا يا هلا، كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا، شرفنا. قبل ما نتحدث عن الملتقى اللي حكينا انه عم بتنظمه الجمعيه للسنه الثانيه عن التوالي، حدثنا عن الجمعيه بالبدايه بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني الحديث عن القضايا الجنائيه في الصباح احيانا يبدو ثقيل، لكنه غايه في الاهميه، لانه احنا منظمه غير حكوميه. نعم. ونشانا للحاجه، لانه في عندنا جمعيات تعنى بقضايا المخدرات، قضايا السموم، قضايا الطب الشرعي، قضايا حقوق الانسان، العداله، يعني اشياء كثير. فوجدنا احنا انه نحط الخبراء كلهم مع بعض. نعم. ونبدا نتحدث عن قضايا لها علاقه بالتوعيه. الاصلاح الجنائي كلياته بحتاج انه نضع الجريمه في الوسط ونبحث في اسبابها. بعد ما نحلل هذه الأسباب نتحدث عن آليات العلاج والتشريع. زي ما هو معروف أنه أي تشريع في الدنيا هو ينشأ من الحاجة، الحاجة هاي بتتطور بتصير فكرة، وبعدين الفكرة بتتحول لمشروع نص، وبعدين بتروح على الإجراءات التشريعية المعروفة. لذلك نحن نبحث في الحاجة، كيف ننقل حاجة المجتمع من حاجات الناس تتحدث عنها إلى حاجات قابلة إنها تكون فكرة واضحة ونتحدث فيها مع أصحاب القرار، سواء كانوا نواب أو أعيان أو معنيين مهنيين. وبالتالي إحنا وجدنا إنه الكلمة السحرية للنجاح هي العمل التشاركي. مش كل واحد يشتغل لحاله. العمل التشاركي، الناس تشتغل مع بعض، سواء كانت جهات حكومية وغير حكومية، مهنيين، ومثلا يعني احنا وجدنا كمان في قضايا لابد نحللها، الإعلام، دور الإعلام في قضايا العنف والجريمة، دور القانون، دور الطب، دور يعني عم يتطور المجتمع كثير. وصار الجريمة اللي يمكن أسهل جريمة للناس بتفكرها هي صعبة، هي الجريمة اللي إحنا منشوف واحد بقتل واحد أو بطلق النار على واحد ومننتقل بكلياتنا لنحللها. هاي الجريمة أنا بالنسبة لي سهلة جدا، لأنه أمورها واضحة وتحليلها بيكون سهل. الجريمة الصعبة هي الجريمة الكامنة، هي الجريمة اللي بتحدث في الأسرة، هي اللي بتحدث مع أطفال، بتحدث مع نساء، بتحدث مع ناس معوقين. ناس بيكونوا بحاجة لخبراء يكشفوا عنها ويظهروا للناس كيف نتعامل معها. نعم. طيب، زميلنا أحمد الكيلاني وكاميرا رؤية طبعا اتوجهوا إلى الملتقى اللي أقيم بتاريخ 5/5 وغطوا أحداث هذا الملتقى. خلينا ناخذ فكره عنه ومن بعدها نرجع لحتى نتحدث عن الاوراق اللي تم مناقشتها خلال جلسات الملتقى بالتقرير التالي. ان شاء الله. نظمت الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية الملتقى العلمي الثاني بعنوان البحث العلمي أساساً للتشريع ودعماً لتنفيذ الاستراتيجية القضائية الجزائية. الهدف من هالملتقى هو تكوين إطلالة على الإنجاز الوطني في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز مفهوم الأدلة طريقاً للعدل، وتعزيز مفهوم البحث والعلم والدراسات طريقاً للإصلاح والتطوير، ومن منطلق أن العدل والمساواة هو أساس الدولة القوية، ولبث الوعي لدى المواطنين والمعنيين في المجال القضائي للمساهمة في تحقيق الأهداف المطلوبة للوصول لدولة العدل والمساواة. يعني نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه الجمعيات التي تهتم وتعتني بالقضايا الوطنية الاجتماعية والسياسية وحتى الجرمية. نحن مجتمعنا عم بعاني من مشكلات كثيرة، هذه المشكلات تحتاج إلى جهود الخيرين من أبناء البلد لتلقي الضوء على احتياجات البلد من هذه النواحي اللي ذكرتها،
وجمعيتنا تأسست استجابة لحقيقة لهذا الغرض. الهدف من هذه اللقاءات العلمية واللي طبعا هي تتوج دراسات أنجزت وتعد لدراسات قادمة، والهدف منها إجراء دراسات وبحوث على مواضيع تهم الأسرة والمجتمع والوطن بشكل عام. اشتمل الملتقى على عدة جلسات ناقشت مواضيع مختلفة مثل العنف الأسري وتأثيرات الضحايا النفسية وأصول الصياغة التشريعية والعقوبات البديلة، وأيضا مواضيع احتوت على جدل قانوني بالإضافة للحديث عن العنف المجتمعي والاختلاف على قضية الإعدام وغيرها من المواضيع. بهدف الحد من تكرار قضايا العنف الأسري في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، نعمل كمظلة داعمة لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال. أولى الخطوات ستكون بإذن الله مراجعة قانون حماية من العنف الأسري، لأنه هناك العديد من الثغرات توجد في هذا القانون والتي تؤدي إلى تكرار وقوع حالات العنف الأسري. أيضا دعم المؤسسات العاملة في هذا المجال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة سواء لضحايا العنف الأسري أو مرتكبي قضايا العنف الأسري. حقيقة الورقة اللي تقدمت فيها كان عنوانها أصول الصياغة التشريعية من منظور النوع الاجتماعي، واللي جاءت ورقة شاملة جاءت لتعكس أيضا ما قدم من قبل زملائي في أوراقهم البحثية حول قضايا عديدة، منها موضوع العنف الأسري وكيفية التعامل معه في المجال التشريعي وآلية إيقاع العقوبات ودور المشرع في ذلك وأهمية تحقيق مبدأ الدستورية، ويعني كل ما يتعلق ببناء نصوص قانونية سليمة وبناء قدرات الجهة التي تعمل على التشريع وصنع القانون في الأردن. الجريمة في الأردن في تصاعد وأعداد الموقوفين تنمو باستمرار، وما يطمح إليهم من هالملتقى أن تكون مراكز الإصلاح والتأهيل مدرسة إصلاحية يتخرج منها النزيل وقد صلح سلوكه ونزعت منه معطيات السلوك الإجرامي ليصبح مواطن صالح منتج في المجتمع، لأن تكون مدرسة يتخرج منها النزيل وقد اكتسب مهارات إجرامية جديدة يدفع المجتمع ثمنا لها. أحمد الكيلاني، رؤيا. إذن بعد ما أخذنا نبذة عن طبيعة هالملتقى اللي أقيم طبعا زي ما حكينا بتنظيم من الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية، بنرجع لحتى نتحدث أكثر عن الأوراق اللي تم مناقشتها. وطبعا نرجع منرحب فيك من جديد دكتور مؤمن. يعني من أهم الأوراق اللي تم مناقشتها خلال الملتقى اللي هي الدعوة إلى العقوبات البديلة، واللي دعوا فيها خلال ورقة أو من خلال ورقة حملت اسم العقوبات البديلة بين الحاضر والمستقبل، إلى وضع عقوبات مناسبة غير العقوبات الأصلية اللي أحيانا ممكن تكون سالبة للحرية. فحدثنا أكثر لما نقول عقوبات بديلة شو يعني؟ أولا موضوع يعني زي ما شافوا المشاهدين اللي حاضرين هم باقة ورد، يعني حديقة فيها كل الناس، فيها القضاء والعسكري والشرطة والمجتمع كل الناس. فلما ناقشنا قضايا العقوبات البديلة، راعي الحفل دكتور مصطفى العساف وهو المفتش العام في وزارة العدل تحدث عن هذا الموضوع، والورقة اللي تحدث فيها الأستاذ أحمد النجداوي رئيس اللجنة التأسيسية كانت أيضا غاية في الأهمية، لأنه الآن المجتمع عم يتطور، في عنا أكثر من 5000 شخص أو 4000 شخص، 50% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لا يزال لم تصدر بحقهم أحكام قطعية. القضايا الصغيرة الجناح اللي عقوبتها أقل من سنة أو سنتين، خاصة اللي بحق نساء أو حق مهنيين أو حق ناس ما عندهم أسبقيات، هذول المفروض يعني العالم كله عم يتجه إنه يخليهم يشتغلوا في خدمة المجتمع بدون أجر أو بأجر يعني رمزي، زي مثلاً طبيب عمل حادث سير، بدل ما أحطه بالسجن وأقضي عليه بهالسنتين، أو ممرضة أو سيدة أعمال أو سيدة مع أولادها، فهاي بخليها تخدم في مستشفى، في مؤسسة رعاية، في رعاية أطفال، بتخلي المعلومات عملها. بتمارس عملها بدون أجر وبتخدم المجتمع، وبتصبح حينئذ هي مجبرة على ذلك. ممكن نخضع الناس لدورات إجبارية، مثلا كيف نعالج الغضب،
كيف نتعامل مع الأزمات. هذول الأشخاص اللي مش عارف كيف يربي أولاده ودائما مبني كل عمله على الضرب والتأديب واستخدام العنف، هذا بخضع لدورات وبتأكد أنه عماله يتقدم بهذه الدورات. فهذه نوع من أنواع مفهوم العقوبات البديلة اللي تحدثنا عنها في هذا باختصار شديد طبعا. طيب نتحدث أيضا عن ورقة مهمة ملفتة للنظر اسمها الجدل القانوني حول إجهاض الأنابيب. تحدثنا عنه، إيش شو هو القانون بمجال إجهاض الأنابيب وشو هالجدل؟ نعم كثير مهم هذا، لأنه إحنا بنعرف الإجهاض مجرم، لكن لما يكون واحد ناس راحوا عند يعملوا حمل أنابيب ولقحوا البويضة مع الحيوان المنوي، ثم بعد ذلك في بيعيدوا هذه البويضة الملقحة إلى رحم المرأة، باقي البويضات الملقحة قد تتلف، وبعض البويضات قد يصير في واحد يعود عن رأيه، يعني يقول أنا ما بدي أكمل هذا الموضوع وصارت بويضة ملقحة، فهل نعيدها ولا نتلفها؟ فقد يكون الزوجين اختلفوا، السيدة بدهاش وزوجها بده، فأتلفنا البويضة الملقحة، هل هذا إجهاض؟ هل هذا مجرم؟ لم يعالج القانون. القانون بيحكي عن الحمل، هل هذا حمل ولا لا؟ هذا نوع من الجدل، وبالتالي لا يحسم إلا القضايا العلمية وأيضا في إطار القانون والأعراف والإفتاء، كلياتها هاي قضايا جديدة بناقشوها في العالم، وإحنا أيضا بننضم لهذا الفريق من خلال هذه الجمعية إنه نناقشها مع أساتذة لقدمها أستاذ في الجامعة دكتور حسن الطراونة، وأيضا صار في ورقة أخرى عن جدية الأدلة كيف تقبل في المحاكم قدمها الدكتور أحمد الهياجي وهو أيضا أستاذ في الجامعة. فزي ما بتلاحظي أخت ميس أنه عمالنا كنا بنتحدث زي ما حكيت أنا باقة من الناس الخبراء في صحيح. مجالاتهم، وأيضا اللي بيسمعوا كانوا قضاء ومدعين عامين وأطباء ووقفوا وناقشوا وحاوروا، لكن الناس شوي انتقدونا أنه حجم الأوراق كان كثير وزخم كثير، لكن إحنا حبينا نوصل فكرة للناس أنه هذه كلياتها قضايا تحتاج إلى بحث. يعني هذه قضايا تحتاج إلى بحث علمي، لا يمكن أنها تحسم في ملتقى واحد، وبالتالي حطينا هذا العنوان أنه التشريع أساسه البحث العلمي، يعني لازم نتعامل مع لغة الأرقام، نتعامل مع المعلومات. يعني هلأ لما بنحكي عن الانتحار كل واحد بيعطينا رقم، ما هي الأرقام الصحيحة؟ صار الحديث عن العنف المجتمعي اللي قدمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة، يعني طلع من الدراسات أنه مثلا تعدد الزوجات، كثرة الأطفال، الفقر، ما مش هي السبب للعنف الأسري، وجدوا في أسباب هناك أخرى، وبالتالي هذا الحديث هو بيؤدي إلى أنه يكون نهجنا نهج قائم على العلم، نهج قائم على المعرفة، على الأرقام، وهذا هو اللي نتأمل أنه نوصله. طب في كمان قضية جدلية مهمة جدا تم مناقشتها خلال هذا الملتقى، واللي هي ورقة عن العنف الأسري والتأثيرات السلبية والجانبية للضحايا جراء العنف الأسري، فكيف تمت مناقشة هذا الموضوع وين إحنا واصلين بالقانون بموضوع العنف الأسري؟ هذا موضوع الورقة هذه رائعة، قدمها دكتور اسمه عاطف قاسم وهو من العلماء المحترمين، تحدث عن التأثيرات النفسية الكامنة اللي بتظهر بعد سنوات. يعني احنا هلا العنف اللي عم نشوفه في الجامعات والعنف اللي عم نشوفه في الشارع، لغة الحديث الصاخبة الشرسة، هذه كلياتها منشأها البيت. وبالتالي لابد المعالجة القانونية كتير مهمة، لكن التوعية أيضا مهمة جدا، والمجلس الوطني عقد دورة لهذا الأمر، ندوة، وكان حضرها عدد من النواب وكلياتهم طالبوا بعد ما شاهدوا هذه الورقة اللي في ذلك الوقت، قالوا يجب أن ننقلها إلى المحافظات، يجب أن نتحدث عن هذا الأمر أكثر، لأنه الناس لسه مفهومها وثقافتها لما كانوا يأخذوا ابنهم للمدرسة يقولوا له إلك اللحم
وإلنا العظم لا نزال بنشوف تمثيليات فيها تربيط وفيها ضرب. واحد يقول أنا بأدب أولادي، هذا طبعا هذا تعذيب. وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن مستقبل واعد، مستقبل سلام، بدنا نتطلع يعني عن كيف يعني في هذه الورقة قيل لنا أنه أطفال العرب والمنطقة كانوا زيهم زي الغرب تماما لحد سن 7 سنين. عن سن 18 اختلفت الأرقام، صرنا احنا في أدنى مرتبة الإبداع. السبب أنه ربنا خلقنا كويسين، احنا عمالنا منخرب حالنا. وبالتالي من سن 0 لـ7 هذا يعني كيف الله خلقنا وكلياتنا عنا مهاراته. بعدين من 7 لـ18 هذا كلياته إنتاج البيت والأسرة والشارع والمدرسة، وعماله بيطلع بخفف من الإبداع. لذلك لما منسافر لبرا وصار دراسات طلعنا احنا في أدنى القوائم الإبداع بالنسبة للدول التي تستحق الحياة. يعني احنا دائما نتمنى أنه نكون بالمقدمة طبعا. صحيح. وأنا بدي أتشكرك دكتور مؤمن الحديدي، ما بعرف إذا بتحب تضيف أي شيء قبل الختام بموضوع القضايا هاي اللي تم. صار أيضا حديث عن موضوع الإعدام، صار حديث عن موضوع مدونة السلوك، وألقاها الدكتور قيس القسوس، وأنا تحدثت في موضوع لأنه مدونة السلوك في كثير من الأشياء عملنا في أبيض وأسود، في أشياء ما إلها مش موجودة في القانون، هي بتتحدث عن الأخلاق. وبالتالي الأخلاق لما منحطها هي اللي بتقلل المسافة بين الأبيض والأسود، وبتقلل مسافة الجري زون، المنطقة الرمادية. وبالتالي إحنا نتأمل مثل هذه الملتقيات تكون محفز للشراكة أعلى. وشكرا لكم أنه خليتونا نطلع على المجتمع من خلال هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك. وأنا كمان بتشكرك الدكتور مؤمن الحديدي، رئيس الجمعية الأردنية للبحوث والدراسات الجنائية. وأهلا وسهلا فيك. أهلا، شكرا لك. أهلا وسهلا.